هلا انا صار لي بيجي على مكتبه بيت الحكمه حوالي سنتين. كنت بالبدايه بيجي مشان اقرا بس ثقافه، بقرا كانت روايات يعني، بس هلا بحكم اني صرت ادرس بالمعهد الطبي صرت اجي اقرا من اخذ مراجع من القسم الطبي، نظرا انه هلا ما في نت، النت كثير ضعيف، مراجع ما في وكتب ما في مشترى. ظل هذا الحصار اللي عايشينه ما مأملنا انه جامعات او معاهد نحسن ناخذ منها هي المواد العلميه من اختصاصيين، فبنسعى لها نحن عن طريق الكتب الموجوده. فكل واحد اي شخص بيجي بيحسن انه يلاقي شيء بهمه، مثل يعني المجال الطبي هلا كونه في عنا كثير اصابات وقصف، فالواحد يعني ممكن يساعد هاي الجرح عن طريق انه يقرا هيك مواد بيستفيد منها. انا مثلا كطالبه فيزياء بيجي لهون مثلا في كتب عن الفيزياء بتحكي، هي في منها القديم وفي منها الحديث يعني، فانا احيانا بسوي حلقه بحث او بقدمها للمعهد اللي عم ادرس فيه، او احيانا حتى بقرا روايات. هلا مثل هي المشاريع افتتاح مكتبات او اي مشاريع تانية بتشبهها بتخلينا ما نوقف عند نقطه محدده انه نحن محاصرين او شيء، بالعكس هي بتخلينا انه نتقدم، انه نحن ما زلنا عم نقرا، ما زلنا عم ندرس، ما زلنا عم نشتغل. تحب صوت هاي وهاي تحبهم؟ ايه انا عم بجي على المكتبه مشان اقراهم، تحبهم لانه